علي الروجي، عضو شبكة شام الإخبارية. مرحبا بك أبو علي. بداية، يعني كيف هي أو هل لا زال التقدم ظاهرا في مناطق إدلب التي أو في عدد من أحياء أو ريف إدلب بعد هذا التقدم الكبير في الأيام السابقة لكتائب الجيش السوري الحر؟ نعم، البارحة كان يوم حافل بالانتصارات، حيث تم تحرير العديد من الحواجز. البارحة مساء تم تحرير معسكر الخزانات الذي يعد أكبر معقل النظام في مدينة خان شيخون، بعد عمليتين استشهاديتين واشتباكات عنيفة دامت لعدة ساعات بين كتائب الثوار وعصابات الأسد، أدت إلى تحرير الحاجز بالكامل. هذا الحاجز له أهمية كبيرة، كونه من المعسكرات الكبيرة وخط إمداد كانت تخرج منه الإمدادات إلى باقي حواجز خان شيخون وحواجز إلى حيش ووادي الضيف. أيضا له أثر كبير في نفوس المواطنين، حيث لم تسلم أي قرية في ريف خان شيخون من القصف المستمر يوميا. وبعد السيطرة على معسكر الخزانات، أصبح الطريق الدولي حلب دمشق مسيطر عليه بالكامل من قبل الثوار، بدءا من مورك إلى حيش شمالا. أيضا البارحة كان هناك تسطيب الكتائب للملاحق. المقاتلة على الأرض. نعم، أبو علي، ما الذي سيضيفه هذا التغير والسيطرة على هذا الشريان الاستراتيجي إن صح التعبير على نعم، الأداء العملياتي لكتائب الجيش السوري الحر؟ نعم، منذ أكثر من عامين والجيش الحر يحاول والثوار يحاولون الوصول إلى هذا الاستشراد الذي يصل حماة بمعسكري وادي الضيف والحامدية. الآن بعد السيطرة على هذا الطريق، أطبقوا الخناق على هذين المعسكرين. المعارك ما زالت مستمرة. اليوم بعض من عصابات الأسد انسحبت باتجاه أبسيدة، بعض من الحواجز من حاجز المجرشة. هناك تضييق خناق على حواجز النظام التي لم يتبقى للنظام إلا معسكري وادي الضيف والحامدية. كفر باسين أصبحت بلدة محررة، أيضا العمودية، والآن بلدة حيش بالكامل. حتى الاستيراد الدولي أصبح تحت سيطرة الثوار، أصبحوا يستطيعون وصول التعزيزات العسكرية عن طريق الاوتوستراد، الوصول بين الشرق والغرب. تضييق الخناق على معسكري وادي الضيف والحامدية، حيث أصبحوا الآن بدائرة متكاملة مطبقة الخناق على هذين المعسكرين. نعم، يعني دائما تكون مثل هذه أو السيطرة على مثل هذه المناطق الاستراتيجية في وضع متذبذب، يعني من الممكن أن تتمكن قوات النظام من إعادة السيطرة على هذا الشريان الأساسي أو استراد. هل وضع الكتائب يبدو أنه سيتمكن من السيطرة إلى وقت طويل على هذه المنطقة الاستراتيجية أو استراد الاستراتيجي؟ نعم، نحن سوف نتكلم عن حقائق ولا نتكلم عن تعاطف أو أي شيء. في المعارك الماضية الثوار استطاعوا قطع الطريق، ولكن لم يصمدوا على قطع الطريق. الآن الوضع مختلف جدا، الآن مسافات طويلة على الاستيراد الدولي. طريق الإمداد لهذين المعسكرين، طريق الإمداد مقطوع بشكل كامل وإلى وأكثر من 40 كيلومتر، هذا على أقل تقدير. لا يوجد خط إمداد لقوات النظام منذ أكثر من شهر. أيضا الطيران المروحي يلقي السلل الغذائية والمواد وحتى الذخيرة على هذه المعسكرات، ولكن لضيق مساحة هذه المعسكرات وامتدادها على الاستيراد الدولي، لا يستطيع تحقيق هدفه أو إلقاء الغذاء لتلك المعسكرات. اليوم المعسكرات محاصرة من جميع الجهات، لا توجد لها خط إمداد. الثوار متقدمين في عدة مراحل، وليست هذه الجبهة الوحيدة المفتوحة. البارحة 4 عمليات استشهادية في جبل 40 خففت الضغط على معسكرات وادي الضيف. الطيران الحربي جاب بالأجواء وقصف المناطق القريبة من
في مناطق الاشتباك، الجيش النظامي يقصف حتى الحاجز الذي تستولي عليه الثوار بدقائق، ويعلم أن هناك بقي بعض من جنوده أسرى أو بقي من، لكن ما يلبث أن يعلم أن الحاجز تم السيطرة على 50% منه، يقوم بقصف تلك الحاجز، حاجز الخزانات، قبل أن ينتهي قصف الحاجز البارحة الطيران الحربي. شكرا جزيلا لك أبو علي، كنت معنا من إدلب، شكرا جزيلا لك.